ايه اللي انتي بتعمليه ده؟ ولا حاجه، ما بعملش حاجه. انتي بتخلي ضيوفك هما اللي ينظفوا وراهم؟ معلش ما فيهاش حاجه، انا مبسوطه كده والله. قولي لي هتعملي ايه؟ لسه مش عارفه، يعني غالبا هاخد سلمى ونروح نستخبى في اي حته لحد لما اسامه يبطل يدور علينا. بفكر اخدها ونسافر بره. لا سفر ايه بس؟ السفر ده بيتكلف فلوس ووقت مش قبل شهرين ثلاثه على الاقل. مش عارفه بقى. لومي حبيبتي، اطلعي العبي في الجنينه شويه، انا ومامي عايزين نتكلم. يلا حبيبي. خرجتيها ليه؟ دي دعامتك الكيماوي. ايه؟ البتاع اللي نزلت دم لما انتي سندتي عليا امبارح. دعامتك الكيماوي. عندي كانسر. معقولة؟ لما اتقابلنا في الطيارة أول مرة كنت لسه عارفة، بس طبعا كارما متعرفش أي حاجة. كانسر في الصدر، مرحلة متأخرة. إن شاء الله تخفي منه. أنا بسمع إنه ما بقاش صعب زي الأول. أنتِ عارفة أنا سمعت الجملة دي قد إيه؟ عامة أنا أخف أو ما أخفش دي حاجة بتاعت ربنا. أنا مش بقول لك المعلومة دي علشان تقولي لي كده. بتقوليها لي ليه؟